جرب حظك. أيها السادة، في ناس كتير طلبوا انهم يسمعوا الفارس العجيب اللي أزعناه الجمعة اللي فاتت الشيخ رمضان، وظهر من حديث الناس الأسبوع ده قد ايه اهتمام المجتمع المصري خصوصا في الفترة الحالية بالشخصيات الشعبية، بالعبقريات اللي بتلمع تحت تراب الفقر والنسيان والإهمال. والبرنامج جرب حظك ورسالته انه يشارك بقدر في تعريف شعبنا بجوهره وحقيقته الكبيرة، يهمه انه يلاقي باستمرار شخصيات تانية من القاهرة وغير القاهرة. فين اسكندرية وفين بورسعيد والسويس والقنال؟ فين الاقاليم؟ فين الفلاحين؟ فين الصعيد؟ في كل حتة فيه ذكاء وقدرة، واحنا هنا بنمد ايدينا لاي شخص يجد في نفسه تفوق في ناحية معينة، في العلم، في الادب، في الفن، في اي شيء، ونرحب انه يتقدم لنا بالاذاعة او يبعث لنا جواب عشان نلتقي كلنا في معاد البرنامج ونعرف بعض اكتر ونؤمن بنفسنا اكتر وبمواهبنا ونؤمن بشعبنا الى اخر المدى. لكن رجاء ليا ان يكون في تفوق حقيقي او امتياز كبير او عبقرية بالفعل، مش اي واحد بيتكالب على ان اسمه يظهر في الميكروفون وباي طريق. ودلوقتي بقى وبناء على الطلبات هنقدم لكم مرة تانية الشيخ رمضان. الفارس اللي هنقدمه لكم دلوقتي ده عبقرية ذهنية رياضية غريبة، راجل مصري متخرج من الأزهر وبيشتغل إمام مسجد وهو رجل ضرير. اتفضل. الاستاذ تسمح نجيب لك كرسي تتريح؟ هات الكرسي. اسم سيادتك؟ رمضان السيد احمد رزق. الشيخ رمضان السيد احمد رزق. حضرتك امام مسجد ايه؟ قنباي الجهار كفي. قنباي الجهار كفي. قنباي الجهار كفي. ايوه. ده فين ده؟ في حي الخليفه. طب انت عندك فكره عن قنباي الجهار كفي ده؟ ايوه. اي من المماليك. من المماليك. قنباي معنى الخازن. الخازن. اي لغة فارسية. قنباي. أي. والجهر كفي الخازن الرابع. جاي من جهار يعني. دلوقتي هقدم لكم الحاجة العبقرية اللي في الشيخ رمضان. تقدر تدي له اي مسألة حسابية، وزي ما انتم شايفين هو رجل ضرير. اي عملية ضرب مثلا، ثلاث ارقام في ثلاث ارقام، اربع ارقام في اربع ارقام، ممكن يا استاذ؟ ايوه اتفضل يا فندم. طيب دلوقتي هناخد مثال الحكاية دي. اتفضل يا فندم. هدي لك اي رقمين في بعض. اتفضل يا فندم. خد مثلا 724 في كم؟ في 215. حاصل 24 215. اي 150,500. الجواب جه يا محترم كام؟ 155,066. حد عمل الحسبه دي عشان نقدر نشوفها؟ انت بتقولها بسرعه قوي يا استاذ الحوار. طب واحد منكم او مجموعه يطلعوا ورقه وقلم عشان يشاركونا عشان نشوف الاجابه صح ولا لا. اتفضل يا محترم. طب انا شخصيا نسيت الرقمين اللي قلت لك عليهم، كانوا كام في كام؟ 724 في 215. 724 في 215. ايوه 155,066. كام؟ 155,000. ايوه 66. 660. ايوه. طيب عاوزين واحد من الجمهور يجي يديله اي رقمين يضربهم في بعض. اتفضل. تعالى. اي 356 في 356 كم؟ 356 في 356. حاضر. 356 في 356. اي بسيطة جدا يا استاذ.
1400 1600 1700 1800 1900 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 1
126,000 736 صح يا جماعة؟ الجمهور لسه ما خلص، عاوزين واحد يكون عمل الحسبة ويقول لنا صح الجواب ولا لا. 126,736 صح. طيب يا أستاذ رمضان، نعم، تقدر تعمل كم رقم في كم رقم؟ 5×5 كمان. خمس أرقام في خمس أرقام؟ أيوة يا فندم. طب خد نعم ده وهنخلي المستمعين معانا يبقى قدامهم فرصة يعني عشان يكتبوا ورقة وقلم. اتفضل. 70,512 نعم في كم؟ في 74,999. حاضر. 70,512 دقيقة واحدة يا أستاذ تاني. أنا نسيت الرقمين. 70,512 أي 74,999 70,512 أيوة في 74,999 بسيطة جدا يا أستاذ. بسيطة جدا بسيطة جدا يعني 5,000,000 أيوة 288,000,000 أيوة 329,000 أيوة 488,000 صح برافو. دي حاجة عجيبة جدا الحقيقة، دي حاجة محيرة وحاجة مذهلة. انت تحفة يا أستاذ الحقيقة. الله يحفظك الله يحفظك. تسمح تقول لي بقى انت بتعمل ايه؟ انا ايوه زي ما يكون قدامي صبورة بحل عليه، زي ما يكون قدامي تخت بحل عليه. بتتصور الارقام مكتوبة يعني؟ مكتوبة قدامي التسجيل. طب مهما الواحد تصور، لكن ازاي مثلا خمس ارقام في خمس ارقام؟ دي من صغر ايوه وانا عندي نص سنة وهي دي عندي، ثم اني مش عادي الضرب بس كان برضه كسر اعتيادي والقسمة والجمع والطرح. يا سلام، انت عارف ايه اخر ما وصل اليه العلم في الناحية ديت؟ انهم عملوا الماكينات الحاسبة. ايوه. ايه رأيك في الماكينة دي؟ انت بتحل اسرع منها. على كل حاجة شيء من الله بقى، انما دي حاجة الحقيقة عظيمة جدا يا استاذ. الله. طيب ندي لك قسمة كده. اتفضل يا فندم. كم رقم وكم اللي تجيبه؟ لا قول لي انت كم. خمس ارقام على رقمين حاجة زي كده. طب ناخد مثلا 4,220 على 78. 4,220 على 78. اي الجواب جه يا محترم كام؟ 54 والباقي 8. يا نهار ابيض. طب مين يا استاذ بقى اللي هيقدر يتابعك يعني؟ احنا يا دوبك بنلحق نكتب الرقمين تقوم قايل الجواب. ايوه والله. طب ادي لك حاجه ثانيه فيها كسور. اتفضل يا فندم. 35 و4 على 9 و4 اجزاء يعني و4 اجزاء في 17 و7 اثمان. ايوه 35 و4 اجزاء اي 17 و7 اثمان. ايوه 161 على 17 و7 اثمان 143 على 8 319 على 9 يطلع دين عادي 143 في 319 يطلع 42,900 42,900 143 في 19 143 في 19 يطلع 2660 2717 2717 9 يطلع 3645,617 45,617 يطلع 42,900 143 في كم قال لك في 19 يطلع 2660 2717 يطلع 45,000 وكم 645,617 على 72 فيها 660 فيها 600 يطلع فيها 600 تفضل 43,200 43,000 وكم 200 من 45,617 يطلع 2,417 فيها 30 فيها 30 2,160 2,160 يتفضل معك 40,240 40 فيها 60 فيها 60 فيها كم فيها 30 تفضل معك كم 40,217 يبقى 257 فيها 30 تفضل معك 257 فيها كم فيها 3 يتفضل معانا 41 الجواب جه يا محترم. ايوه 633 صحيح 41 على 72 صح يا جماعه. طبعا ما حدش عارف يعملها لغايه دلوقتي. قلت انت الجواب كام؟ 633 صحيح.
633 صحيح؟ 41/72. 41 على 72. أيوة يا فندم. طيب نرجو المستمعين يعني يكون قدامهم ورقة وقلم ويكتبوا تاني المسألة ويشوفوا الجواب ده صحيح ولا لا. الجواب اللي قاله الأستاذ أيوة 633 41 على 72. أيوة. أنا قلت لك كم في كم؟ 35 و4 الساعة في 17 و7 أثمان. 35 و4 الساعة أيوة في 17 و7 أثمان. يا استاذ نعم في حاجه تانية بتقدر تعملها؟ ايوه يا فندم. تجيب اي يوم في ايام السنه اللي فاتت أيوة. او اللي جاي او ب 50 او 20 سنه فاتوا أيوة. يبقى يوم ايه في الاسبوع اقول لك عليه. يعني انا اقول لك التاريخ مثلا أيوة. الميلادي ولا الهجري؟ اي لا الميلادي. الميلادي ايوه. وانت تعرف اذا كان يوم حد او اثنين او ثلاثه او اربعه؟ ايوه اعرف. في مدى كم سنه؟ يعني 20 سنه 30 سنه 20 سنه فاتوا او 40 سنه فاتوا. وطب والسنين الجاية واللي جاي اعرف واللي جاي كمان واللي جاي كمان اعرف. طيب حد معاه اجندة؟ انا معايا اجندة. طيب دلوقتي دي سنة 57. ايوه يا فندم. يوم 9 اغسطس سنة 57. 9 اغسطس 57 ايوه 9 و2 اغسطس 68. الجواب جه يا محترم. ايوه يوافق يوم الجمعة. صح برافو. طيب يوم 3 نوفمبر سنة 57. 3 نوفمبر سنة 57 ايوه. 3 نوفمبر سنة 57 ايوه. 66. الجواب جه يا محترم. ايوه يوم احد. يوم حد صح. حد فيكم عارف تاريخ ميلاده كام بالظبط؟ لا يعني مولود حد او اثنين او ثلاث. تعالي تعالي يا مدموزيل انت هتقولي له تاريخ ميلادك. ايوه. انت عارفه هو يوم ايه؟ ايوه. طيب كام؟ 12 12 سنة مولود. سنة ما تولدش. 12/12/36 12/12/12 ديسمبر سنة 36 12 ديسمبر 12/5/53. الجواب ايه يا محترم؟ ايوه جابك يوم سبت. برافو صح؟ ها؟ طب تقدر تقول لي مثلا 5 مايو سنة 20 25 اي الجواب ايه يا محترم؟ أيوة. يوم الاربعاء. طب قول لي بقى يا استاذ ايه حكايتك بالظبط؟ الحكايه دي ازاي؟ ها؟ نعم انت بتعرف المساله دي ازاي يعني بقى؟ دي عندنا قاعده حسابيه برضه. يعني دي قاعده تنطبق على كل الحالات؟ لا اي الا في شهر فبراير عام 56 او عام 60 لما يجي يوم تقوم يعني كده مثلا يوم خميس تخليه انت يوم اربعاء اللي هي السنين الكبيسه يعني. الكبيسه دي. طب انت اتعلمت الحكايه دي فين؟ دي اتعلمها من سنه 1935. انما انت ذاكرتك ذاكره غريبه جدا. الله يحفظك رمضان. ها الله يحفظك. انت بتحفظ ايه تاني يعني؟ انا متهيألي انك مثلا عندك قدره انك تبص في كتاب فتقوم حافظه. ايوه انا اصلا يعني بحب اشتغل بالرياضه كتير. ايوه بس بقى لما تسالني مثلا في تواريخ في يعني تواريخ الهامه او الاحداث الحروب الهامه. ايوه انت مش ممكن تستغل موهبتك دي في حاجه في زي ايه يعني؟ يعني تستفيد بيها يعني فائده يعني تعمل تقدم في العلم تعمل بحث تعمل حاجه يعني. ايوه ما هو ما فيش مانع. لا مانع من هذا. انت اهم حاجه بتحب تسمع في الراديو ايه؟ الاخبار. واعرف اصوات المذيعين لما يتكلم قدامي يعني ما يقول صوته اعرفه. طيب عاوز اقول على ايه؟ انا نسيت الحقيقه يعني عبقريتك اذهلتني. الله يحفظك والله. طيب عاوز اقول لك يا سيدي. نعم. ايه رايك في الاغاني باعتبارك رجل دين يعني بتسمع اغاني؟ ايوه بحب اسمع اغاني. بتسمع ايه؟ احب اسمع النجاة الصغيره اغاني واحب اسمع فريد الافرش. نجاة في اغنيه ايه؟ نجاة عسان يا سمراني. عسان يا سمراني. وايه كمان؟ وايه كمان؟ وفريد الافرش في اغنيه لا لا راح ولا جايه. ايوه وايه؟ وأغنية أسمهان أسمهان عليه الصلاة والله وسلامه. طيب وإيه كمان؟ وأحب أسمع يعني الموسيقى المؤثرة. طيب بتاعت يوم سعيد محمد عبد الوهاب أو مثلا نشوتي أو إليها أو فانتازينا هواند. أيوه. طيب دي حاجة جميلة جدا. طيب طيب أنت بتطلع على إيه؟ الكتب اللي بتحب تقراها يا أستاذ رمضان؟ الكتب اللي بحب أقراها بقى كتب ابن القيم أو كتب الإمام الغزالي أو كتب التفاسير أمثال يعني القرطبي. امثال يعني باعتبار ان انا رجل ديني لازم احب اكون عندي بحث وافي في الدين. طب مين بيقرا لك؟ الست بتاعتي زوجه متعلمه. الله دي حاجه جميله جدا يعني
بتقضي وقتها بانها تقرا لك الكتب اللي كل يوم 3 ساعات بتذاكر فيها وبتساعدك في الابحاث بتاعتك. طب دي حاجه كويسه قوي يا استاذ رمضان. طيب بالمناسبه انت سمعت نشره الاخبار النهارده؟ ايوه يا فندم. احنا النهارده الاربع 13 كان بيقولها الان حسن الحديدي في الساعه 8:30 وقال في مجازها نائب وزير خارجية الروسية يقدم مذكرة للأمم المتحدة لتصرفات أمريكا في السياسية والعسكرية في الشرق الأوسط. وسقوط طائرة أمريكية في الهند وهي تحمل أسلحة إلى باكستان. وبجها مرشل لا يؤيد ولا يعارض فكرة فرض العقوبات على إسرائيل. والمجلس السعودي يجتمع برئيس ويجتمع بوزير يجتمع رئيس وزراء ليبيا لمدة ساعة بالأمس. ولم يسأل أحد من المسؤولين السعوديين أن يعلق عليها على نداره في هذا الاجتماع. ده بتقول لنا دلوقتي موجز الأنباء بالفعل. طب يا أستاذ إيه رأيك كده إذا سمعناك حاجة؟ ده الأذان. ده الأذان. الأذان. طيب يا أستاذ رمضان إحنا متشكرين جدا جدا. في بلدنا جمال كتير وفي شعبنا مواهب غنية وفي عندنا مناطق كتير فيها ألحان جميلة ألحان أصيلة مستمدة من البيئة ومن التاريخ ولها طابع مميز. الألحان دي ممكن نستعين بيها ونطعم بيها ألحاننا ونجدد فيها في قوميتنا المصرية. من المناطق دي الغنية جدا بألحانها منطقة بلاد النوبة. الفارس اللي هنقدمه دلوقتي ده شاب نوبي وهيقدم لكم بعض الألحان ومعاه آنسة مصرية تبنت الفن النوبي وهتقدم لكم دلوقتي بعض إنتاجها. اتفضلوا. الاستاذ اسمك ايه؟ حمزه علاء الدين عبد الله. استاذ حمزه علاء الدين عبد الله. والانسه مجد علي. الانسه مجد علي. قبل ما نسمع الالحان عاوزين نتكلم شويه في شويه حاجات كده. تقدر تقول لي يا استاذ حمزه اللغه النوبيه دي مفيش فيها اي حاجه مكتوبه؟ قديما كانت بتتكتب انما في العلم الحديث بطلنا احنا نتعلمها علشان اجدادنا لقوا ان مفيش فيها فايده في الكتابه وبتاع فمكتوب عربي. قديما كانت مكتوبة لكن دلوقتي ما بتتكتبش. ليه؟ عشان ما فيش حد بيعلمنا. اللي كانوا متعلمين لقوا ان ما فيش منها فايدة. مش علموا اولادهم مثلا انما هم كانوا بيتعلموا لوحديهم اللهجة بس انما الكتابة ما فيش. طيب اذا كان ما فيش منها فايدة امال ليه لغاية دلوقتي النوبيين بيعلموا اولادهم اللغة النوبية وباستمرار بيتكلموا بيها في مجالسهم الخاصة وقعداتهم؟ اعتقد يعني طريقة التدريس او اللغه اللي موجوده عندنا مثلا في الدوله بتاعتنا الدوله المصريه عربي. فالتدريس مثلا في جميع المناطق بيبقى عربي كلنا بنتعلم عربي فالعادات بتاعتنا او اللهجه اللي احنا متاثرين بيها افتكر ترجع للمستعمرين نفسهم ما يقدروش ياثروا علينا عشان ما بقوش يوصلوا لنا بسهوله. يعني سر احتفاظ النوبيين انهم محتفظين لسه بلغتهم كاحدى الخصائص اللي الاستعمار ما استطاعش انه يزيلها. يعني صح بالفعل يعني الاستعمار لما كان بيوصل لغايه فين تقريبا؟ تقريبا يعني اللي انا اعرفه بعد الاقصر. يعني الاستعمار ملوش مصلحه بالفعل جديه انه يتوغل جنوبا. كان بيجي باعتباره بيستغل مصر كمزرعه او كمناطق استراتيجيه يعني. ومثلا يعني سكه السفر كمان نفسها كانت بتعوقهم عشان كده. وصعوبة المواصلات. طيب تفتكر النوبيين اصلهم ايه؟ اللي انا اعرفه فراعنه. وتقريبا هم الاثر الحي الباقي من اثار الفراعنه جنب الاهرام رمسيس ابو الهول. طيب الموسيقى النوبيه بقى بتعتمد على اله موسيقيه معينه؟ لغايه مده قريبه كانوا بيعتمدوا على الدف. الطار ده بس. الايقاع بس يعني. طب وبعدين؟ وبعدين يعني لقيت ناس مش عايزه تستمع لالحاننا باعتبار ان دي ملهاش الات تقدر تطلع الالحان ده عشان الناس يستسيغوا يسمعوا اللحن.
مش فاهمين الكلام. ايوه انما في الحان بسيطه انا حاسس بيها كنوبي. ايوه ففكرت ان انا اتعلم مثلا اي اله و يعني اطلع الالحان النوبيه دي الوجود بحيث ان اي واحد مش نوبي يقدر يفهمها ويسمعها كويس. وعملت محاولات في الناحيه دي كتير. طيب على العموم الحقيقه الالحان النوبيه الحان في منتهى الجمال، وانا شخصيا يعني مارست التجربه دي لما رحت بلاد النوبه وشفت الايقاعات الجميله بتاعتهم اللي بتخلي الواحد يتحرك بالفعل ويندمج. يعني دلوقتي عايزين ناخد صوره من الالحان الجميله دي. معاك عود بتاعك؟ ايوه. طيب اذا كان معاك مجموعه عشان يرد معاك يبقى كويس. يلا. ايوه دي اغنيه ايه يا استاذ حمزه؟ اللون اللي سيادتك تطلبه مثلا. انا عاوز اغنيه كده ممكن تقولها انت ويرد عليك فيها جماعه، يعني يكون فيها رد جماعي. يعني في اغنيه تقريبا للزفه، زفه عروسه. بتقول ايه الاغنيه؟ بيقول يلا يا اخواتي اخواتي اللي قدي قوموا معانا نروح بيت العروس نهنيهم. وفي بقى عندنا حاجه بتتقدم ساعه ما مثلا الناس تروح تهني العروسين، يقدموا مثلا فشار بلح، دي الحاجات المشهوره عندنا. فدي اسمها عندنا وده، ما اعرفش هنا في مصر بيسموها ايه طبعا. فبقول يلا نديهم البركه وناخد منهم الوده. يلا والنس جو. يلا ايه؟ يلا والنس جو. طيب يعني ايه؟ يلا يا اخواتي. يلا يا اخواتي. أنت مجدة أنت إيه اللي علمك اللغة النوبية؟ من حوالي 8 أو 9 شهور كنت مدعوة في حفلة وكنت بغني فيها عربي أو مصري بمعنى أصح. وكان فيها الأستاذ حمزة كمان، أنا غنيت وكمان سمعت الأستاذ حمزة فأعجبت بالألحان النوبية قوي وشعرت إن فيها يعني إحساس يعني جميل قوي يمكن يكون نادر في الأغاني العربية الموجودة حاليا. فالشعور ده جذبني لأني أسأل الأستاذ حمزة إيه معاني الكلمات دي. فإداني معناها فحسيت إن المعاني دي جميلة جدا وعميقة جدا وسامية جدا، مش ممكن أبدا نلاقيها برضو في الكلمات الموجودة حاليا في الأغاني العربي. طب إذا كان ممكن كويس تدلنا مثل للمعاني دي اللي عجبتك؟ هيا بتقول ايه الاغنيه؟ كانوا في قريه من القرى تقريبا، القصه دي موجوده مثلا في بلاد النوبه او حاجه زي كده. اتنين كانوا بيحبوا بعض في القريه ديت، وطبعا مضت عليهم ايام كتير مع بعض وكانت الايام دي طبعا ليها ذكريات عندهم.
ففي يوم الشاب ده افترق عن فتاته وراح في بلد اخرى، وبعدين شاءت الظروف انهم يتقابلوا في يوم من الايام. فالبنت بتقول له جننا نبرا لبا ولا جوريتو ابا دسا يا نبرا، اتذكر حبنا يا خمري اللون ام تراه في طي النسيان، كم كان رائعا ذلك اليوم يوم ميلاد حبنا في قريتنا النائية، لقد كنا قبلة الأنظار. إنني أذكره وأنت أتذكره، أم تراه في طي النسيان يا خمري اللون. أنت ماجدة، أنت باين عليكي أنت بتمثلي؟ طبعا طالبة في معهد تمثيل، يبقى طبعا ما دخلتش المعهد إلا إذا كانت عندها موهبة، وموهبة يعني تستحق دخلها المعهد. طب نسمع الأغنية بقى. حاضر يا فندم. حاجة حالمة قوي يا أنسة مجدة. العافية يا فندم. يعني انت خدتينا وديتينا النوبة والجبال والنهر طب قولنا بقى، ممكن ترجعينا كده بقى تاني ونسمع منك حاجة كده، يعني الغناء النوبي مثلا ما تأثرش بالأحداث الموجودة في كل وقت أو كل مناسبة ليها حاجتها. يعني احنا عندنا حاجات كتير جدا، زي مثلا في معركة بورسعيد عملنا أغنية بورسعيد، الله أكبر يا شباب أدبوهم وبهدلوهم وإحنا كمان جايين نساعدكم، يلا يا شباب بورسعيد. بورسعيد وبورسعيد بورسعيد وبوركجي، كتنا كت دوي كشرنا وقلت دوي كرنكرا، بورسعيد وبورسعيد
بورسعيد كركدي بورسعيد كركدي كنت انا كنت ادوي بشرنا كنت ادوي برنكرا بورسعيد 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 اجج توشكونغا اجج توشكونغا تيار لوك تيار لوك اجج توشكونغا اجج توشكونغا تيار لوك تيركونغا جو النسارا تحيادا بسالادا تيركونغا جو النسارا تحيادا بسالادا الله اكبر كركجي اجج جانا بهدل جانا كنت دوي كشنانا وكنت دوي كرنكرا بوري سايد كركجي بوري سايد كركجي كنت دوي كشنانا وكنت دوي كرنكرا بوري سايد شكرا وإلى اللقاء.